عودة إلى معبر رفح البرية، حيث يتواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. المزيد حول مدار اليوم يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري من المعبر كريم بيبرز. تحياتي لجميع السادة المشاهدين من مدينة العريش محافظة شمال سيناء. نتابع سويا مجهودات الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية من مصر إلى الجانب الفلسطيني. مصر بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية في استقبال المساعدات في مطار العريش الدولي وتخزينها هنا في العريش لنقلها عبر معبر رفح إلى الجانب الفلسطيني. لكن نتحدث أكثر عن هذه التفاصيل مع الآن البشمهندس محمود فريد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري هنا في شمال سيناء. برحب بحضرتك يا فندم. نتكلم يا فندم عن مجهودات كبيرة للهلال الأحمر المصري. ما هي هذه المجهودات خلال الأيام السابقة؟ عدد الدول اللي تسلمنا منها المساعد، ليست مش لازم أرقام معينة، لكن نتكلم على بالتقريب يعني أنواع المساعدات، أماكن تخزينها، ولكن يعني نقدر نوجز ده للمتفرجين إزاي؟ بداية خليني أرحب بيك في مدينة العريش. طبعا احنا عايزين نشكر الجهات اللي وفرت لاخواتنا واشقائنا في غزه مطار العريش الدولي لتشغيله والعمل به لايصال المساعدات اللي تخزينها وبدء توصيلها ليهم. احنا شغالين طبعا على قدم وساق الحمد لله، ولكن خلينا نشكر برضو الدول اللي ارسلت شحنات. احنا لحد دلوقتي وصلنا اكثر من 33 طائره، يمكن شفنا مساعدات من جميع الدول ومن جميع المنظمات على سبيل المثال وليس الحصر، مثل قطر والإمارات والكويت وحتى دول أوروبية مثل تركيا ودول من أمريكا الجنوبية مثل فنزويلا والبرازيل. فيعني كان شعور جميل، وطبعا منظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرهم من مثل برنامج الغذاء العالمي، وده طبعا يعني شيء بيدل على حجم الموضوع أو المشكلة المثارة في غزة. احنا بنشتغل في خلايا عمل، جزء بيبقى مختص بالمطار لتفريغ الشحنات، وجزء بيبقى مختص بالمخازن لنزول الشحنات وتخزينها، ثم جزء آخر بيبقى للتعبئة وإرسالها إلى المعبر في حالة فتح المعبر. طبعا احنا الفترة فاتت خزنا كميات كبيرة، احنا يمكن وصلنا اكثر من انا يمكن قلت 33 طيارة تخزنوا، ولما مع فتح المعبر كان بيجي لنا اولويات من خلال الهلال الاحمر الفلسطيني بالمساعدات اللي هم محتاجينها، وبيتم التنسيق من خلالها لترتيب هذه المساعدات لدخولها. يمكن احنا دخلنا الفترة اللي فاتت كمية من المساعدات اليهم، نتمنى طبعا من الله ان يبقى على طول الموضوع ده مستمر لايصال اكبر عدد من المساعدات. شكرا جزيلا باشمهندس على هذه المعلومات الوفيه، واكيد ده كمان عن طريق مجهود كبير جدا من المتطوعين الشباب والبنات هنا في شمال سيناء. بشكر حضرتك جدا على هذه المعلومات، وزي ما شفنا كده هي عديد من الدول ومنظمه الصحه العالميه كانوا مشاركين في هذه المساعده، ولكن المجهودات كمان حقيقه ما نشوف المخزن دلوقتي من جوه وقد ايه في يعني جوه من ادويه، مستلزمات طبيه، اغذيه. هنشوف دلوقتي مع بعض يعني الاستاذ شريف دلوقتي لو جينا القينا نظره كده على المخزن نفسه، هنشوف كده كمية كراتين متخزنة، هنلاقي عدد كبير من المستلزمات واضح ان هي طبية، مستلزمات كمان واضح ان هي كمان للإعاشة والمعيشة، حاجات كتير جدا. ممكن نبتدي مع الشباب المتطوعين ونتكلم معاهم ونشوف كده. يعني خليني كده ارحب بيك معانا، وخليني اسالك سؤال مهم، انتوا هنا بتشتغلوا قد ايه تقريبا؟ بتشتغلوا كام ساعة؟ ايه الهدف ان انتوا متطوعين اصلا؟ احنا هنا متطوعين في الهلال الاحمر المصري اولا علشان نخدم الانسانيه، ده البند الاساسي بتاعنا في الهلال الاحمر المصري، نحن نكون متواجدين في الازمات ونحن ازاي نقدر نقدم الدعم لاي حد يكون محتاج ان احنا نقدم له خدمات. طيب ممكن اعرف منك كده انت بقالك قد ايه تقريبا من ساعه الازمه الانسانيه اللي حاصله مع الشعب الفلسطيني، بقالك قد ايه تقريبا شغال، وده حجم من ضغط الشغل قد ايه؟ انا موجود من اول الازمه من يوم 8 وانا موجود في التجهيز، ان احنا جهزنا المعونات ودخلت معونه اول يوم، بدانا من بعدها نبدا نجهز المعونات ونستقبل الطيارات ونبدا نجهزها ونحطها في المخازن، وبدانا ان احنا نعبي العربيات ونشتغل بقى لحد الان واحنا شغالين.
شكرا ليك جدا. طيب خليني كمان اسالك، انت واضح ان انت كمان بقالك فتره كبيره باين عليك يعني الارهاق، ربنا يعينكم ومعاكم. قول لي كده، ايه المستلزمات او الحاجات المساعدات اللي انت رصدتها هنا في المكان؟ المكان ما شاء الله كبير جدا، تقدر تقول لي كده ايه الحاجه الموجوده هنا؟ والله الحاجات الاساسيه بتبقى زي حزم اغاثيه، في مواد غذائيه، في ادويه، الحاجات كلها اللي بتبقى متطلبات اساسيه للمعيشه يعني، كل دوت بيبقى موجود، بيجي لنا عن طريق التبرعات، بنجمعه هنا وبنخزنه لحين ان هو يتسون تاني في العربيات ويتجه لاصدقائنا في فلسطين. انت من وجهه نظرك ايه اللي شفناه بيتحمل خلال الفتره اللي فاتت ممكن يكون اولويه للحاجات اللي بتحمل بتروح على غزه هناك؟ ممكن تكون اولويه معانا ان الادويه محتاجينها كتير، لان الاصابات زي ما حضرتك عارف اكيد هناك كبيره، متطلبه الادويه ومستلزمات طبيه. المستلزمات الطبية واضح انه هي من الحاجات فعلا الاهم، عشان كده يعني احنا بنقول دايما انه هنا من العريش يعني الغفات لم تتوقف، منظمة الصحة العالمية سواء كانت اغذية او ادوية او حاجات حتى معيشية، خيام النهاردة يعني من ضمن ايام كتير دخل فيها طائرات كتير من قطر، من الهند، من الجزائر، من العراق، من تركيا، غير طبعا التحالف الوطني الاهلي التنموي المصري المصري اللي بيقوم بإرسال مساعدات كبيرة جدا من الشعب المصري لخدمة القضية الفلسطينية. كمان نقدر نقول انه يعني في بلاد كمان لسه مكملة ان هي ترسل مساعدات، خصوصا ان منظمة الصحة العالمية قالت انه لسه قطاع غزة ما زال ان هو محتاج اكتر واكتر من المساعدات، ده مخزن واحد فقط من اللي موجود في العريش، لكن اكيد في مخازن تانية كتير زي استاد العريش وغيرها، واكيد اكيد هنتابع مع بعض على مدار الايام باقي المساعدات وازاي بتوصل لمعبر رفح المصري هنا من العريش من احد مخازن الهلال الاحمر المصري.